نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرياضيات. معكم الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. هنا بقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الزاويتان المتمتان المتمتان هما زاويتان مجموع قياسهم كام؟ يبقى الزوايا المتتمة الزاويتين المتمتين هما زاويتين مجموع قياسهم 360 درجة ولا 90 ولا 45 ولا 180. طبعا احنا عارفين ال 360 دي بتعبر عن مين؟ الزوايا المتجمعة ولا نقطة واحدة. ال 180 دي بتعبر عن ايه؟ الزاويتين المتكاملتين او الزاويه المستقيمه او الزاويه الايه المستقيمه. ال 45 دي تعبر عن زاويه حد، تعبر عن زاويه حد. ال 90 تعبر عن الزاويه القائمه او الزاويتين المتتمتين. يبقى الزاويتان المتتمتان مجموع قياسهم كام؟ 90 درجه. هما زاويتين قياسهم كام؟ مجموع قياسهم 90 ايه؟ 90 درجه. مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة بتساوي 90 ولا 180 ولا 360 ولا 270. طبعا احنا نقول 90 ديت اللي هي الزاوية القائمة او زاويتين متتمتين. ال 180 دي عبارة عن برضه قلنا عبارة عن ايه؟ الزاوية المستقيمة. يبقى الزاوية المستقيمة بتساوي 180 درجة او الزاويتان المتكاملتان. 360 دي تعبر عن مين؟ عن الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة. يبقى مجموع الزوايا قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة بتساوي كام؟ بتساوي 360 درجة. بتساوي 360 ايه؟ درجة. إذا وزا مستقيمان، مستقيما ثالثا كانوا مستقيمين، متقطعين ولا متوازيين ولا متطابقين ولا متعمدين. طبعا إذا وزا مستقيمان، مستقيما ثالثا كان المستقيمين دولت مالهم متوازيان. كان المستقيمان متوازيان. هنا بيقول لي إذا كان المثلث أ ب ج يطابق المثلث س ص ع فإن س ع تطابق. لاحظ معايا أ ب هتطابق س ص، ب ج تطابق ص ع، أ ج تطابق س ع. يبقى هنا بيقول لي فإن السين عين، سين عين دي شايف معايا سين عين خطها مستقيمة سين عين تطابق مين؟ تطابق الخطها المستقيمة ألف جيم. ألف جيم يبقى السين أول حرف والعين الحرف الأخير في المثلث، مين اللي بيطابقه؟ يبقى ألف مع الجيم. يبقى ألف مين؟ يبقى الخطها المستقيمة هنا مين؟ ألف إيه؟ ألف جيم. هنا بيقول لي إذا كان قياس زاوية ألف ألف 180 درجة، فإن قياس زاوية أ المنعكسة بتساوي، علشان نجيب الزاوية المنعكسة يبقى نقوله بنطرح الزاوية اللي عندنا من 360، يبقى الزاوية اللي عندنا مطرحة من كام؟ من 300 وكام؟ و60. فهنا بيقول لي إيه؟ هل الزاوية دي قياسها 10 ولا 100 ولا 280 ولا 360؟ فإحنا بنقوله إيه بقى دلوقتي؟ بنقول عشان نجيب الزاوية المنعكسة بنقول الزاوية الموجودة عندي نطرحها من كام؟ من 300 وكام؟ و60. يبقى نقوله هنا هو 300 وكام وايه و60، 360 ناقص الكام؟ ال 80. طيب يلا نطرح مع بعض كده ونشوف الناتج يطلع لي بكام. 360 بنطلع منها 80 بقى كام؟ بقى لنا 280. يبقى اذا الزاويه المنعكسه زاويه الف المنعكسه هتساوي كام؟ هتساوي ايه؟ 280 درجه. تساوي 280 ايه؟ درجه. طيب الشكل المقابل اعطينا بقى هنا ان زاويه الالف بتساوي 66 درجه، واعطينا ان قياس زاويه اله ب 144 درجه، واعطينا كمان حاجه جميله اعطاها لنا ان ا د بتوازي ه ج. يبقى دلوقتي اعطينا في توازي. طيب ايه المطلوب مني؟ بيقول لي اثبت ان ا مين؟ ا ب شعاع
يوازي دال ه قطع مستقيم، يبقى عايز شعاع ا ب، ا ب اهو يوازي ده، يوازي دال ه. خلاص التوازي بقى، يبقى لازم عندنا عشان نثبت التوازي يبقى لازم نثبت زاويتان متبادلتان متساويتين في القياس، او زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس، او زاويتين داخليتان وفي جهه واحده من القاطع يكون مجموع قياسهم كام؟ 180 درجه. نثبت حاجه من الحاجات دي كلها. طيب الاول نبدا نقول ايه بقى دلوقتي؟ نبدا منين؟ من عند الجزء اللي فيه ايه؟ التوازي. هو بيقول لي فيه توازي صح؟ منين؟ مين اللي بيوازي؟ يبقى نقول له ده الالف بيوازي ه ج، ده الالف بيوازي ه ج، خلاص، و د ه قاطع لهما. اذا بنستنتج ان الزاويتين دولت حرف اليو، طالما اهو في توازي. خلي بالك التوازي، علامه التوازي دي علامه التوازي، العلامتين دولت معناها علامه الايه؟ التوازي. معنى ذلك ان زاويه الايه؟ ان زاويه الدال وزاويه اله زاويتين داخليتين. يبقى زاويه الدال وزاويه اله الزاويتين دولت اسمهم زاويتين داخليتين. طب الزاويتين الداخليتين من هو مجموع قياسهم كام؟ 180 درجه. اذا قياس زاويه الدال بتساوي 180 ناقص 114 درجه. يبقى نستنتج ان قياس زاويه الدال بتساوي 180 درجة ناقص 114 يديني 66، يبقى زاوية الدال بكام هنا؟ ب 66 درجة، يبقى زاوية الدال جبناها ب 66 ايه؟ درجة. طيب كلام جميل خالص. نيجي بقى بعد كده نروح هنا، زاوية الدال 66 درجة، وزاوية الألف برضه 66 درجة، الاتنين قد بعض أهو، والاتنين في وضع اسمه ايه؟ وضع تبادل، وضع كده وضع الايه؟ التبادل، أهو شايف؟ اه وضع ايه ده؟ وضع الايه؟ التبادل. يبقى طالما زاويه الالف بتساوي زاويه الدال وهما في وضع التبادل، ماشي، يبقى انا عندي زاويه الالف هتساوي زاويه الدال هتساوي 66 درجه وهما متبادلتان في وضع التبادل، يبقى دلوقتي اسمهم زاويتين متبادلتين. اه وضعهم زاويه اه حرف الزد قدامك اهو. اذا بنستنتج على طول ايه بقى؟ بنستنتج ان ا ب شعاع يوازي دال ه قطعة مستقيمة. يبقى طالما زاوية الألف بتساوي زاوية الدال وهما متبادلتين، إذا بنستنتج إن ألف ب شعاع بيوازي دال ه قطعة مستقيمة. هنا بيقول لي في الشكل المقابل، الشكل اللي قدامنا ده، اعطينا ايه بقى؟ اعطينا ا ب بتساوي ب د. تاني حاجه بيقول لي ان ا ج، ا ج بتساوي ب د. بيقول لي ايه بقى اول حاجه طالب؟ بيقول لي هل المثلث ا ب ج، ا ب ج يطابق المثلث د ب ج ولماذا؟ ادي السؤال الاول. الجزء الثاني، اذا كان ا ج، ا ج خلاص بيساوي س زائد الواحد، ألف ب ده اهو، ألف ج بيساوي س زائد الواحد. طيب وج د بيساوي 5 سم، فما قيمة الايه؟ السين. طب تعال نشوف الأول حاجة، هل المثلثين متطابقين ولا لأ؟ علشان نشوف المثلثين متطابقين يبقى لازم يتوفر ثلاث شروط للتطابق، لابد أن تتوفر ثلاث شروط للتطابق. هل هم موجودين ولا لأ؟ تعال نشوف مع بعض. أول حاجة إن أ ب بيساوي ب د، أدي شرط. الشرط الثاني إن أ ج بيساوي ب د ب د ج، يبقى اول شرط ان ا ب بيساوي ب د. الشرط الثاني ان ا ج بيساوي ج د، هو عطاري في المعطيات وعلى الرسم موجوده. فاضل شرط ثالث، الشرط الثالث بنجيبه ازاي؟ ايوه ندور على حاجه، زاويتين متقابلتين بالراس، او ندور على ضلع مشترك او ضلع ايه؟ مشترك، او زاويتين بيساوي بعض بالتنصيف. دي الحاجات اللي ايه؟ اللي احنا لازم ندور عليها. هنلاحظ ان ب ج اسمه ضلع مشترك موجود في المثلث الاول والثاني، يبقى اذا الثلاث شروط موجودين، اذا المثلثين هنا مالهم؟ متطابقان. يبقى المثلثين هنا مالهم؟ متطابقان. نقول ايه بقى دلوقتي؟ المثلث ا ب ج يطابق المثلث د ب ج، ليه؟ لتطابق كل ضلع مع نظيره، يبقى كل ضلع في المثلث بيتطابق مع نظيره زي ما انت شفت وقلنا ليه مع بعض. ادي اول حاجه عرفناها. اثنين، من التطابق بينتج ايه بقى؟ بينتج ان ا ج بيساوي ب د ج، يبقى بينتج من التطابق ان ا ج بيساوي ج د، ج ايه؟ ج د او د ج. طيب د ج اعطوه لي بكام في المساله؟ بيقول لي ب 5 سم، ب 5 ايه؟ ب 5 سم. يبقى اذا ا ج هيساوي ايه اللي هو اعطوه لي؟ س زائد الواحد، يبقى نقول س زائد الواحد بيساوي 5،
لان الف جيم اسمه س زائد الواحد، وده الجيم بيساوي 5، يبقى اذا نقوله س زائد الواحد بيساوي 5. طيب اذا في هذه الحاله نقوله الواحد ده نختصره خلاص، يبقى س زائد الواحد بيساوي 5، يبقى س بكام؟ يبقى س بيساوي 4، يبقى قيمه س بتساوي هنا كام؟ الايه؟ ال 4. اكمل العبارات الاتيه، اكمل العبارات الاتيه. العباره بتقول ايه؟ الزاويه التي قياسها 64 درجه تكمل زاويه قياسها. طبعا علشان نجيب مكمله زاويه يبقى نعمل ايه؟ نقول الزاويه الموجوده عندي نطرحها من كام؟ من 100 وكام؟ و80. يبقى المكمله بتساوي 180 ناقص 64. 180 ناقص 64 اديني كام؟ 100 وايه؟ و16. اذا الزاويه التي قياسها 64 درجه تكمل زاويه قياسها كام؟ قياسها 116 درجه. 116 ايه؟ درجه. هنا بيقول لي ايه؟ يتطابق المثلثان اذا تطابق زاويتان ونقط في احد المثلثين مناظره في المثلث الاخر. يبقى يتطابق المثلثين اذا تطابق زاويتين، زاويتين ومعهم مين؟ معهم ضلع. كويس؟ يبقى ايه؟ الضلع المرسوم من بين رأسيهما. يبقى يتطابق المثلثين اذا تطابق زاويتين والضلع المرسوم بين رأسيهما في احد المثلثين مع نظيره في المثلث الايه؟ الاخر. هنا بيقول لي كل زاويتين متقابلتين بالرأس نقط، او ممكن يقول بصيغه ثانيه اذا تقاطع مستقيمين فان كل زاويتين متقابلتين بالرأس نقط. يبقى ممكن نقولها لي كده، كل زاويتين متقابلتين بالرأس نقط، او اذا تقاطع مستقيمين فان كل زاويتين متقابلتين بالرأس نقط. نقول مالهم؟ يبقى كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتان في القياس، متساويتان في القياس. هنا بيقول لي اذا قطع مستقيم مستقيمين وتوازيه فان كل يبقى كل كل ايه؟ نقط متساويتين في القياس، كل نقط متساويتين في القياس. ها يبقى لما يتقاطع مستقيم، اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين بينتج ثلاث حاجات: زوايا متبادله، زوايا متناظره، زوايا متداخله. فانا بقول لي زاويتين ايه متساويتين في القياس وزاويتين ايه متساويتين في القياس. يبقى هنا نقوله ايه؟ يبقى هنا نقوله زاويتان متناظرتان متساويتين في القياس. زاويتين مالهم؟ متناظرتين متساويتين في الايه؟ في القياس. حاجة تانية، زاويتان متبادلتان متساويتين في الايه؟ يبقى اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فان زاويتين، فان كل زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس. وايه كمان؟ كل زاويتان متبادلتان متساويتين في الايه؟ في القياس. بيقول لي في الشكل المقابل، اللي اعطوه لي بقى في الشكل المقابل بيقول لي ألف ب أو ب ألف عمودي على مين؟ على ج إيه؟ على ب ج. قياس زاوية ج ب د بتساوي 130 درجة، بتساوي 130 درجة. اللي مطلوب بيقول لي اثبت اوجد قياس زاوية ألف ب د. يبقى الزاوية دي هي اللي هي الزاوية تحت ديت، عايز قياسها بتساوي كام؟ طبعا الشكل الرسمة ديت طبعا رسمة مألوفة بالنسبة لنا، مجموعة من الزوايا متقاطعة في نقطة واحدة اللي هي نقطة ب. يبقى الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة بتساوي 360 درجة. يبقى المفروض الزوايا دي كلها بكام؟ 300 وكام؟ و60 ايه؟ درجة. طيب عايز نجيب الزاوية الايه؟ اللي هي زاوية أ ب ج. نجيبها ازاي؟ نقوله 360 درجة ناقص مجموع الزاويتين اللي هم موجودين عندي. طيب لما يقول لي أ ب عمودي أو ب أ عمودي على ب ج، بنستنتج إن زاوية أ ب ج بتساوي كام؟ 90. يبقى الزاوية دي هنا بكام؟ ب 90 ايه؟ درجة. طيب تعالى بقى نكمل ونشوف مع بعض. يبقى هنا قياس زاوية أ ب د، أ ب د بتساوي أ ب د، هتساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين. يبقى 180 ناقص 360 ناقص 130 زائد 90، يعني نقول 360 ناقص 200 وكام؟ و10. طيب 360 ناقص 210 يبقى الناتج يديني 140. يبقى الزاويه ديت كده بكام؟ ب 140 ايه؟ درجه. يبقى انا كده جبت الزاويه المطلوبه. يقول لي في الشكل المقابل، اعطينا شكل ثاني اهوت. بيقول لي في الشكل ايه المقابل، ايه الشكل المقابل؟ بيقول لي ان قياس زاويه الالف بتساوي 60 درجه، ت
تاني حاجة اعطوها لي ان ا ب بيوازي ب ج، وبعد كده اعطيني ايه ان ا ب بيوازي ج د. عايز مني طلبين، الطلب الاولاني عايز زاوية ال ب بكام، الحاجة التالتة عايز قياس زاوية ال ج ايه بكام. طبعا الرسمة اللي قدامنا ديت فيها توازي خلاص، ونوعين من التوازي وحرفين موجودين، اول حرف حرف الزد موجود اهوت، الحاجه الثانيه حرف ايه اليو. الحرف الزد بيدينا في التوازي زاويتين متبادلتان، الحرف اليو في التوازي برضه بيدينا زاويتين داخليتين، ومجموع قياسهم كام؟ 180 ايه درجه. طيب نبدا نقول مع بعض ايه اول حاجه هنلاحظ لما نقوله الف هي يوازي ب ج، ألف ه يوازي ب ج وألف ب قاطع، إذا في هذه الحالة بنستنتج إن قياس زاوية الب زاوية الب ديت هتساوي قياس زاوية الألف بالتبادل، يبقى قياس زاوية الب بتساوي قياس زاوية الألف بالتبادل، إذا قياس زاوية الب قياسها كام درجة؟ 60 درجة، يبقى هنا قياسها كام؟ 60 إيه درجة بالإيه؟ بالتبادل. طيب تاني حاجة بنشوفها مع بعض إن قياس زاوية الجيم وزاوية الب زاويتان داخليتان، لأن ألف أ ب أو ب أ بيوازي ج د وج ب قاطع لهما، يبقى إذا زاوية الجيم زاوية الجيم هتساوي 180 ناقص زاوية الب، زاوية الجيم بتساوي 180 ناقص زاوية الب، يعني هنقوله قياس زاوية الجيم هتساوي 180 ناقص ال 60 يديني 120، يبقى زاوية الإيه الجيم تطلع بكام هنا؟ ب 100 وإيه وإيه و20 درجة. يبقى أنا كده جبت قياس زاوية الب بتساوي قياس زاوية الألف بالتبادل، يبقى دي ب60 ودي ب60. الحاجة التانية إن قياس زاوية الجيم بتساوي 180 ناقص زاوية الإيه الب، يعني 180 ناقص الإيه ال60 يديني 100 وكام وإيه و20. يقول لي في الشكل المقابل مين س ب عمود على ب ص، وقياس زاوية أ ب س أ ب س بتساوي 45 درجة. اللي مطلوب بيقول لي اثبت ان قياس زاوية مين؟ قياس زاوية الصاد ب ج هتساوي قياس زاوية أ ب س، يبقى الزاوية ديت اللي هي زاوية أ ب س هتساوي زاوية الصاد ب ايه؟ طب لاحظ معايا أ ب ج ده خط مستقيم، أو أ ج ده يعتبر خط بالنسبة لنا خط إيه مستقيم. طالما خط مستقيم وفي زوايا موجودة عندك يبقى مجموع هذه الزوايا بيساوي كام؟ 180، 100 وإيه و80. طيب حاجة كمان بيقول لي إن س ب عمودي على ب ص، العمودي بيعمل إيه؟ يبقى إذا نستنتج إن زاوية الس ب ص اللي هي ديت ودي علامة إن الزاوية 90، حط يبقى الزاوية دي قياسها كام درجة عندي كده؟ 90. طيب انا عايز نجيب الزاويه الثالثه في المثلث في الشكل اللي قدامنا خلاص، يبقى نقوله زاويه الصاد ب ج هتساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين دولت، يعني 180 ناقص 135 ناقص 135، يبقى الناتج هيطلع لي بخمسة وكام وايه و40. طيب يلا نشوف مع بعض التفاصيل الكلام ده. اول حاجه هنقوله ان قياس زاويه ا ب ج زاويه مستقيمه، والزاويه المستقيمه تعتبر قياسها 180 درجة، يبقى إذا قياس زاوية أ ب ج كلها بتساوي 100 وكام و80 إيه درجة. طيب أنا عايز أجيب قياس زاوية مين؟ الصاد ب ج، الصاد ب ج هتساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين دولت مع بعض، يعني 180 ناقص 135، إذا هنستنتج إن قياس زاوية الصاد ب ج هتساوي 45 إيه درجة، يبقى الزاوية ديت ب 45 إيه درجة برضه أهي. طيب يبقى الزاوية دي ب 45، ايه اللي شايفه انت بقى قدامك؟ يبقى زاوية ص ب ج 45، وفي نفس الوقت برضه ان قياس زاوية أ ب س بتساوي 45، إذا بنستنتج ايه؟ إذا بنستنتج أن قياس زاوية مين؟ ص ب ج هتساوي قياس زاوية الأ ب س، وهو المطلوب ايه؟ اثبت وهو اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. هنا بيقول لي ايه؟ إذا كانت زاوية أ بتساوي 80 درجة، أ قياسها 80 درجة، فإن قياس زاوية أ المنعكسة بتساوي، طبعا هنا عشان نجيب الزاوية المنعكسة بنقوله إيه؟ بنطرح الزاوية اللي هي موجودة عندي من 300 وكام و60، نطرح الزاوية الموجودة من 300 وكام و60، يبقى هنقوله هنا أهوت، نقوله الزاوية المنعكسة هتساوي كام؟ 360
ناقص كام؟ ناقص الكام؟ 80. لما نطرح 360 ناقص منها الكام؟ 80. الناتج هنا هيطلع بكام في هنا؟ هيطلع لي بكام؟ ب 280. يدينا 280 ايه؟ درجة. يبقى الإجابة الصحيحة بتساوي كام؟ 280 ايه؟ درجة. بيقول إذا كانت أ أ تكمل ب وقياس زاوية الأ بيساوي قياس زاوية الب، أ تكمل ب يعني إذا الأ والب مع بعض بيساوي كام؟ بيساوي 180 درجة، لأن الزاويتين متكاملتين مجموع قياسهم 180 إيه درجة. وفي نفس الوقت زاوية الأ هتساوي زاوية الب، يبقى كل زاوية هتساوي كام؟ يبقى الزاويتين متساويين، والاتنين مع بعض بكام؟ ب 180. نقول يبقى طالما متساويين نقول 180 على الاتنين يديني كل زاوية. يبقى نقوله 180 لانهم زاويتين متكاملتين، ونقسم على الاثنين يديني كام؟ يديني 90. يبقى كل زاويه كام هنا؟ ب 90. يبقى نعمل ايه هنا؟ اهوت نقول الزاويتين دولت مجموعهم 180 اللي هم ا و ب، وهما في نفس الوقت متساويين، نقول 180 على الاثنين يديني كام؟ 90. يبقى نقوله هنا الزاويه ب قياسها كام؟ 90 درجه. تساوي كام هنا؟ 90 ايه؟ 90 درجه. مجموع قياسات الزوانب بجمعها حول نقطة واحدة بتساوي نقط من القوام. طيب احنا عارفين ان مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة بتساوي كام؟ ايوه بتساوي 360 درجة، بس هنا ما قالش بقى 360، ده هو بيقول لي كام قائمة؟ طيب القائمة الزاوية القائمة هي اللي الزاوية قياسها كام درجة؟ 90 درجة. يبقى 360 درجة دي فيها كام قائمة؟ نقول 360 فيها كام قائمة؟ يبقى نقول 360 ديت نقسمها على ال 90 علشان نشوف فيها كام قائمة. يبقى نقوله كام 360 على 90 يديني كام؟ 4. يبقى هنا نقسمهم على الكام؟ على 90. يبقى 360 نقسمها على الكام؟ على 360 بنقسمها على الكام؟ بنقسمها على الكام؟ على الايه؟ 90، علشان يديني كل زاويه بتساوي كام من القوام، لان الزاويه القائمه 90. 360 لو قسمناها على 90 يديني كام؟ 4. يبقى هنا عدد القوائم بتاعتنا، يبقى اذا نقطه ايه؟ مجموع قياسات الزوايا المتجمعه حول نقطه بتساوي 4 قوائم. 4 ايه؟ 4 قوائم. هنا الزاويه التي قياسها 70 درجه تتمم، الزاويه التي قياسها تتمم. قلنا كلمه المتممه هي الزاويه اللي ايه؟ اللي هي يبقى نطرح الزاويه اللي عندنا من كام؟ من 90. يبقى هنقوله متممه الزاويه بتاعتنا هتكون 70 يعني تساوي نفسها، ولا 20 ولا 110 ولا 90. طبعا هنا الزاويه المتممه مش بتساوي نفسها. طيب المتممه هنقوله كام؟ 90 ناقص الزاويه الموجوده عندي. يبقى 90 ناقص كام؟ ناقص، يبقى نقول عشان نجيب المتممه نقوله ايه؟ 90 ناقص كام؟ 70 درجة. يبقى نقوله 90 ناقص كام؟ 70. الناتج بيطلع لي بكام؟ ب 20 درجة. إذا هنا نقوله إيه؟ متممة ال 70 بتساوي 20 درجة، متممة ال 70 بتساوي 20 إيه؟ 20 درجة. بعد كده بيقول لي المستقيمان الموازيان للثالث يكونان أيوه متعامدين ولا متوازيين ولا متطابقين ولا متقاطعين. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ مستقيمين موازيين للتالت. يبقى انا عندي كام مستقيم؟ ايه؟ مستقيمين بيوازوا مستقيم تالت. طب المستقيمين دولت هيكونوا ايه؟ لازم يكونوا متوازيين. يبقى المستقيمين الموازيين لمستقيم تالت بيكونوا مالهم؟ متوازيين. برضه هنا بيقول لي في الشكل المقابل اعطينا شكل زي رسم هيت. بيقول لي في الشكل المقابل اعطيني بقى شويه معطيات. اعطيني اول حاجه ان ب ا بيوازي ج د كويس، واعطينا ايه كمان؟ اعطينا ان مين؟ ان د ه بيوازي ب ج، وقياس زاويه الدال اعطاني ب 50 درجه. مهم جدا برضه وانا شغال في الهندسه، هندسه سهله جدا وبسيطه جدا، بس مجرد ان انت بتبص على الايه؟ على الرسم.
وتشوف ايه الموجود في الرسم وبعد كده بتشتغل عليه. يلا اول حاجه بيقول لي هات لي قياس زاويه الجيم بكام؟ 2. هات لي قياس زاويه الواو. مساله بسيطه سهله وجدا، ويلا بينا نشوف ازاي نتعامل معاها. اول حاجه انا عايز قياس زاويه الايه؟ الجيم. قياس زاويه الجيم ديت انا عايزها. فقياس زاويه الجيم ديت يبقى ندور على التوازي، نوع من التوازي الخاص بزاويه الجيم. طب الجيم اهيت اهي حرف ايه؟ الله ينور عليك، في حرف الزد اهو، شايف في حرف الايه؟ الزد. طب حرف الزد ده بيجي منين؟ نقول له ان ده اله بتوازي به جيم، ده اله بتوازي به جيم، وده ل جيم قاطع لهما، وده ل جيم قاطع لهما. اذا بنستنتج على طول ان زاويه الجيم بتساوي قياس زاويه الدال بالتبادل. بالتبادل في وضع ايه هنا؟ بالتبادل. يبقى اول حاجه مع بعض يا اخوانا نقوله مع بعض، انا اعطيني مين؟ ان ده اله بتوازي به جيم، وده الجيم قاطع لهما، وده الجيم قاطع لهما. خلاص ماشي. يبقى هنا نقوله مين اللي قاطع؟ اللي هو ده الايه؟ وده الجيم. نقوله هنا اهوت، نكمل برضو كده اهوت، وعندنا مين بقى؟ الدال جيم قاطع، دال جيم قاطع، يعني بيقطع الايه؟ المستقيمين دولت. خلاص. طب نتيجه ما هو قاطع اتكون حرف الزد، تكون حرف الايه؟ الزد. اذا في هذه الحاله نقول ان قياس زاويه الجيم بتساوي قياس زاويه الدال بالتبادل، يعني زاويه الجيم هتطلع بكام؟ ب 50 ايه درجه، يدينا 50 ايه درجه بالتبادل. يبقى جيم بتساوي دال بالايه؟ بالتبادل. يبقى انا كده عرفت قياس زاويه الايه؟ الجيم. طيب نروح بقى لمين؟ لزاويه الايه؟ البي. زاويه البي، شايف البي معايا؟ اهي الزاويه دي زاويه الايه؟ البي. طيب نتعامل معاها بقى مع توازي جديد، نوع التوازي الجديد بقى. بص معايا، انا عندي شايف الشكل ده اهو، حرف اليو. حرف اليو بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي زاويتان متداخلتان، وزاويتان متداخلتان مجبور قياسهم كام؟ 180 درجه. يبقى زاويه البي وزاويه الجيم اسمهم زاويتين ايه؟ داخليتان. طيب نكتب التوازي بتاعهم. التوازي بتاعهم بيقول لي بقى، بيقول لي ان ب الف شعاع بيوازي ج د قطعة مستقيمه، وب ج قاطع لهما. يبقى القاطع المره دي هنا مين؟ وب ج هو القاطع. ماشي ماشي. ونقول له ايه هنا دلوقتي؟ ب ج قاطع، يبقى ب ج قاطع. يبقى مين القاطع هنا؟ الب ايه؟ الب ج. كويس. اذا في هذه الحاله هيتكون زاويتين، اللي هما زاويه الب الجيم والب، ويكونوا زاويتين داخليتين. طب عايز نجيب زاويه الب، نقول الب دايما بقى طالما داخليتين، نقول الب بتساوي 180 ناقص الجيم. الب بتساوي 180 ناقص الايه؟ الجيم. يبقى اذا قياس زاويه الب هتساوي 180 ناقص ال 50 بتساوي كام؟ هتساوي عندنا كام؟ يبقى نطرحها مع بعض. يبقى 180 ناقص الايه؟ ال 50 يديني 130 ايه؟ درجه. يبقى اذا قياس زاويه الب بتساوي 130 ايه؟ درجه. يبقى اذا قولوا 130 ايه؟ درجه. يبقى انا كده عرفت قياس زاويه الجيم طلعت ب 50 بتساوي زاويه الدال بالتبادل، وعرفت ان زاويه الب بتساوي ايه؟ نجيبها ازاي؟ نقول 180 ناقص ال 50 يدينا 100 وكام؟ و30. الزاويه التي قياسها 225 نوعها. طبعا عايزين نجيب نوع الزاويه. احنا طبعا انواع الزوايا هي ايه؟ الزاويه، زوايا في صفريه، وزاويه، والزاويه الحاده، والزاويه القائمه، والزاويه المنفرجه، والزاويه المستقيمه، والزاويه الايه؟ المنعكس. الزاويه الصفريه هي قياس الصفر درجه. الزاويه الحاده هي الزاويه التي تقع ما بين الكام؟ الصفر وال90، اكبر من صفر واقل من كام؟ من 90. الزاويه القائمه هي الزاويه التي قياسها 90 درجه. الزاويه المنفرجه هي الزاويه اللي هي بتكون اكبر من 90 درجه واقل من 180 درجه. الزاويه المستقيمه هي الزاويه التي قياسها 180 درجه. الزاويه المنعكسه هي الزاويه اللي بيكون قياسها اكبر من 180 واقل من كام؟ من 360، من 360. اذا تعال نشوف الزاويه ديت. الزاويه ديت اكتر من كام بقى؟ تقع ما بين مين ومين؟ يبقى نقول اكبر من 180 وفي نفس الوقت اقل من 360. يبقى الزاويه ديت زاويه نوعها ايه؟ يبقى دي اسمها زاويه ايه؟ منعكسه. يبقى ديت زاويه مالها ايه؟ منعكسه. يبقى الزاويه بتاعتنا ديت زاويه ايه؟ منعكسه. ليه؟ لانها اكبر من 180 وفي نفس الوقت اقل من 360 درجه. طيب اذا تقاطع مستقيمين، مستقيمين. يبقى لو عندنا مستقيمين بيتقاطعوا، ادي مستقيمين كده، ادي مستقيم
بيتقاطع مع المستقيم اخر، بينتج نوعين من الزوايا الايه، فان كل زاويتين متقابلتين بالراس، يبقى الزاويتين دولت الزاويتين دولت دي وكده وديت بيسموا زاويتين متقابلتين بالايه بالراس، فان كل زاويتين متقابلتين بالراس تكونان نقط في القياس. ايوه، يبقى كل زاويتين متقابلتين بالراس مالهم؟ متساويتان في الايه، في القياس. يبقى نقوله هنا متساويتان في القياس. يبقى اذا تقاطع مستقيمين فان كل زاويتين متقابلتين بالراس تكونان متساويتين في الايه، في القياس. طيب هنا بيقول لي ايه السؤال بعد كده والجزئيه اللي بعد كده، بيقول لي عندي المثلث ا ب ج وطابق المثلث س ص ع، وان قياس زاويه العين بتساوي 40 درجه. يبقى قياس زاويه العين ديت 40 ايه، 40 درجه. فهنا قياس ايه زاويه ايه بقى في المثلث الثاني هتساوي 40 درجه، فهنا قياس زاويه ايه في المثلث الثاني هتساوي 40 درجه. يبقى هنا هنقوله بقى، نشوف العين مين النقطه المناظره للعين، الجيم. يبقى نقوله الالف ايه بتناظرها السين، الباء تناظرها الصاد، الجيم تناظرها العين. طب العين هي ال 40، يبقى الجيم هي برضو ايه ب 40. يبقى اذا هنا قياس زاويه الايه، الجيم هتساوي 40 ايه درجه. يبقى قياس زاويه الجيم بتساوي 40 ايه، 40 درجه. طب هنا بيقول لي ايه الزاويه القائمه تتمم زاويه قياسها كام؟ الزاويه القائمه هي الزاويه اللي قياسها كام؟ 90 درجه. طيب انا عايز نجيب المتممه، ما هي 90 اصلا، يبقى الزاويه هنا كام؟ القائمه قياسها كام درجه؟ عندنا 90 درجه، يبقى الزاويه القائمه بتساوي 90 درجه. طيب زائد كام يدينا 90؟ ما هو معنى كلمه الزاويه المتممه يعني زائد كام يدينا، يبقى نقوله زائد كام؟ يبقى زائد المفروض صفر. يبقى 90 زائد الصفر يديني كام هنا؟ يدينا كام؟ 90. ماشي، اذا الزاويه القائمه تتمم زاويه قياسها صفر درجه، صفر اللي هي الزاويه صفريه، اللي هي الزاويه الايه؟ الصفريه. او ممكن هنا نقول الزاويه القائمه تتمم الزاويه نقط، نقول له الزاويه الايه؟ الصفريه. طب هنا نشوف مع بعض، يقول لي يتطابق المثلثين القائم الزاويه اذا تطابق في احدهما. المثلثين قائم الزاويه ها بيتطابقوا بايه؟ ايوه سامع الناس بتتكلم معايا، بايه؟ اذا تطابق في احدهما وتر واحد ضلعي القائمه، وتر واحد ضلعي القائمه مع نظيره في المثلث الاخر. يبقى عشان نطابق المثلثين القائم الزاويه بيتطابقوا بحاجتين، ايه هما؟ الوتر بيساوي الوتر، وتر في المثلث الاول بيساوي الوتر في المثلث الثاني. اثنين، احد ضلعي القائمه في المثلث الاول بيساوي احد ضلعي القائمه في المثلث الايه؟ الثاني. هنا برضه بيقول لي في الشكل المقابل ان قياس زاويه ب ا ب ا ج بتساوي 90 درجه قائمه، اعطينا علامه القائمه، يبقى الزاويه دي هنا كام؟ او ممكن يقول لي دي زاويه قائمه، يبقى الزاويه دي هنا كام؟ 90 درجه، اهي 90 ايه؟ درجه. ماشي، ايه كمان؟ واعطينا ان زاويه ج ا د بتساوي 130 درجه، ايه المطلوب؟ بيقول لي هات لي زاويه ب ا د، الزاويه دي كلها عايز الزاويه اهيت اللي اسمها ب ا د. طبعا هنا المسألة دي سهلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا، خطة واحدة بس بنشتغل فيها. الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة بتساوي كام؟ 360 درجة، يبقى دي زوايا متجمعة حول إيه؟ نقطة واحدة. طب أنا عايز نجيب زاوية ب ا د، نقول زاوية ب ا د بتساوي 360 ناقص مجموع الزاويتين اللي عندنا. يبقى نقوله تبقى عبارة عن كام بقى؟ 360 ناقص مجموع الزاويتين. طب نجمع مين؟ نقوله 90 زائد 130 يديني 200 وكام؟ 220. نقول 360 ناقص كام؟ 220 يديني 140. اذا الزاويه اللي هي عندنا الزاويه اللي هي ب ا د هتطلع ب 100 وكام؟ ب 140 درجه، ونحطها على الرسم 140 درجه ونيجي حاططها على الايه؟ الرسم.
هنا برضو عطينا مسألة تانية بيقول لي في الشكل المقابل عطينا ال ب بتنتمي للمستقيم ألف جيم، يبقى ألف ألف جيم ده يعتبر بالنسبة لنا مستقيم خلاص. وإيه كمان؟ وبيقول لي إن زاوية ألف ب ه بتساوي 120 درجة، أعطالي 120 درجة. وب د شعاع، ب د شعاع ينصف زاوية ه ب ج، ينصف. خلاص يبقى دي معطيات. أوجد مع ذكر السبب قياس زاوية مين؟ الإيه؟ اله ب د، اله ب ايه؟ د. طيب تعالوا نشوف ازاي نتعامل مع هذه المسألة. أول حاجة نقوله مع بعض، زاوية أ ب ج زاوية مستقيمة، زاوية إيه؟ مستقيمة. طب والزاوية المستقيمة قياسها كام درجة؟ 180 درجة، يبقى إذا قياس زاوية أ ب ج بتساوي كام؟ بتساوي 180 إيه؟ درجة. يبقى أول حاجة عندنا إن قياس زاوية مين؟ زاوية الألف ب ج بتساوي 180 درجة عشان الزاوية إيه؟ مستقيمة. طيب عايز نجيب زاوية ايه دلوقتي؟ نجيب زاوية اله ب ج الأول كلها. نعمل ايه؟ يبقى نجيب قياس زاوية اله ب ج أو زاوية الجيم ب ه، دي كلها الزاوية دي كلها خلاص نجيبها. يبقى دي كل الزاوية دي كده اهوت، نبتدي نجيب الزاوية ديت كلها الأول اللي اسمها زاوية ج ب ه. طب نجيبها ازاي؟ نقول 180 لأن الزاوية دي كلها زاوية مستقيمة، 180 ناقص ال 120 يديني كام؟ 60. يبقى انا عرفت الزاويه دي كلها على بعضها بكام؟ ب 100 وايه؟ ب 60 درجه. طيب هو بيقول لي ان ب د ده منصف، ب د ده يعتبر اسمه ايه؟ منصف. يبقى ب د ينصف زاويه، زاويه مين؟ زاويه الجيم ب ه. كلمه ينصف يعني يقسم الزاويه الى زاويتين متساويتين، يبقى كل زاويه قد الثانيه، الاثنين قد بعض، يبقى كل زاويه قد الثانيه. لو ديت 100 يبقى دي 50 ودي 50. لو ده دي الزاويه دي كلها 80 يبقى كل زاويه من دولت 40. طب ما هي الزاويه هنا كام؟ احنا جبناها دلوقتي، احنا جبناها دلوقتي بكام؟ ب 60. اذا كل زاويه منهم هتساوي كام؟ 30. يبقى زاويه ال ه ب د هتساوي 30 درجه، يبقى الزاويه دهيت لوحدها دي كده اهي ديت هتساوي كام؟ 30 ايه درجه، والزاويه اللي جنبها برضو بكام؟ ب 30 درجه. يبقى كل زاويه هتساوي كام؟ 30. يبقى دي برضو كام؟ ايه؟ 30 درجه. في نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تنال إعجابكم، مع تحيات الأستاذ محمد السيد بلال معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب قناة الأستاذ التعليمية والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد.